غير ملون يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية وفي غشوة وأحلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا، سيرة ملونة يوم بيوم، تبقى حكاية تبقى رواية في غشوة أحلام. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم، فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم المظلوم. حكاوي الليل والمطر النازل، حكاوي الليل والمطر النازل، والأحلام العبر غيوم. وسيرة ناس عمرين إحساس، نغم والناس بالإلفة يرحون. وسيرة ناس عمرين إحساس، نغم والناس بالإلفة يرحون. تملأ براحتك يا الساقينا نغم أفراحك، يا شايلنا على أكتافك، اختار جراحنا وناسي جراحك. يا شايلنا على أكتافك، وطن الخير والحب والإنفة، يا الأهداف للدنيا سماحك. وطن الخير والحب والإنفة، الأهداف للدنيا سماحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. الرخصة بتاعت قيادة مركبة حكومية يا حبيبي. والله يا اخي الرخصة دي ما معي، خليت في المكتب. طيب ادينا التيكت. التيكت شنو؟ التيكت بتاع خط السير وزمن الخروج وزمن العودة. ما عندي. العربية دي تابعة لوين؟ تابعة للمؤسسة الوطنية للأبحاث. جنب العربية دي جنب. عشان تتجن علينا كده. وانت منو؟ فك العربيه دي خليها تمشي. حسين دور واد نازل المحل. ادينا رخصه عربيتك الحكوميه السايقه دي ذاتها. دي عربيه مخصصه لي انا. طيب ادينا التيكت. اقول لك دي عربيه مخصصه لي انا، تقول لي جيب التيكت. حسين دور واد السير المحل. يا مدام، حسين ما عنده طريقه يتحرك، وانت كمان ما عندك طريقه تتحركي لانه دي عربيه حكوميه. انا ما عندي طريقه يتحرك؟ اي، واذا اتحركتي بالعربيه دي من هنا هتكوني معرضة للمساءلة القانونية. هي أنا حرم السيد المدير العام شخصيا، يعني شخصية VIP، يعني very important person. فاهم ولا أشرح لك؟ لا ما فاهم، وخلي المدير العام المحترم ده يجي يشرح لي. هوي أخير لك، هوي أخير لك يا زول، تبعد من سكتنا يا مواطنة.
أنا موظف بتاع دولة، واعتراضك على عملي ده بيوديك السجن. يوديني وين؟ يوديك السجن. بالمناسبة السجن ما فيه في آي بي. كويس، لما يجيك المدير العام بنفسه، ولعلمك عنده حصانة. بداية بنرحب بالسيد المدير العام السيد هاشم عز الدين. في البريزنتيشن حول إنجازات قسم البساتين، وبنرحب بأركان حرب السيد المدير وبالسادة رؤساء الأقسام والسادة الضيوف. الحقيقة أنا سعيد في مجال هورتيكلتشر في عالم البساتين بتجربة الدكتورة سهى، وأنا الحقيقة سميتها سهى قاتروفة، وخليها أتكلمكم عن تجربتها مع القاتروفة. اتفضل يا دكتورة. شكرا. ببساطة شديدة القاتروفة هي مستقبل الطاقة في العالم، ومن القاتروفة النبتدي بيطلع الوقود الحيوي، والوقود الحيوي هو الطاقة البديلة للنفط، والنفط زي ما هو معروف في نظمه السريع. الو الو هاشم، في واحد كده عامل فيها غيور على عرب الحكومة، اي حجز عرباتنا، رسل له ولد عشان يعرفوا انت منو. انا بفتكر انه من خلال زراعة وتوطين القاتروفة حسب تجاربنا العلمية احنا قادرين نحل مشكلة النقود في البلد. شنو سعيد؟ العربية ديل البروف، بعدين الشتول ديل قال ما في زول يهبشي. لما نجي البروف ولا العربية ساقة كمال. ده شنو يا سعيد؟ ده كمال، وكمال ده يطلع شنو؟ عجبك كده يا أستاذ؟ في شنو؟ كمال يشيل العربية بتاعت البحوث ويرمي الشتول ويسحق المشروع؟ كليه شكله بسيطة يا أخي. بسيطة؟ معلش، وجهته أنا والراجل مستعجل عنده تعليمات ماشي ينفذها. عنده تعليمات يرمي التجارة؟ يا بروف معلش، عفص ليه شتله ما قاصد. دي ما شتله، ده جهد علماء أجلاء، ده مشروع مستخدمة فيه تقنية الهندسة الوراثية. باختصار ده سحق جهد شعبي كامل. إذا ما فاهم قيمته تبقى جاهل. تقصد أنا؟ إذا ما فاهم تبقى جاهل. دوري يا حسين عربيتك دي. معلش يا استاذ احلام، دوري يا جلال. تمنو، هل الناس المساكين دول مشوا حاجزين ياخذ ترمي ساعتين؟ تمنو يا اخي بطاقتك دي حصانة المدير. ها وانت تابع لوين؟ انا تابع للجهاز. يا تجهاز ما
نعم؟ لا لا أنا عندي مشكلة في واحدة من العربات دي معنا سرغابة ماشي أشوفها هاي. بنزين؟ لا 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 السيد المدير نقص الحصة بتاعت البنزين. هاي. خلاص خلاص بكرة بكرة. يوسف المدعو اللي اسمه كمال ده ساق العربية بتاعتي. وبعدين معاك يا بروف. بعدين يا إما تشوفوا لنا عربية ولا ترجعوا لي عربيتي. والله أنت براك زي ما شايف العربات كلها طلعت في الترحيل. خلاص شوفوا لنا العربية الواقفة بره دي. دي المدير قال يخلوها استان باي للطوارئ. نحن برضو عندنا حالة طارئة. عندنا فاكسين لازم يصل المحجر البيطري في ظرف ساعة. والله نحن ما عندنا لك هليكوبتر. أنا ما طلبت هليكوبتر. خلاص شوفوا لنا العربية الواقفة بره. الو اي نعم الترحيلات معك. حاضر يا رئيس حاضر حاضر حاضر. يا يوسف انا بتكلم معك فهمتني؟ انا نسيت الترحيل بتاع السيد المدير من الروضه. عربيه عند السيد المدير والثانيه عند حرم المدير والثالثه عند سواق المدير والعربيه الرابعه عند بنت المدير. حكم. شوف يا بروف نحن عارفين كل حاجة وفاهمين أي حاجة، لكن الزمن ده إذا عايز تعيش شوف اتجاه الريح ماشي وين وامشي معاها. ماي ازيك؟ أهلا يا دكتورة سهى. المدير موجود؟ أي موجود، لكن قال ما عاوز أقابل أي زول. لازم أقابله لأنه البروف بجلالة غدر واقف في الشارع. ما تحاولي يا دكتورة، البروف لو ما عنده حق المواصلات أنا بديه. تفضل 10 جنيه كفاية؟ أحسن. يا عم سعيد ما عيب الواحد يغبر كرعينه بتراب البلد الطيبة دي. ما معقول يا بروف تمشي بكرعيد. أنا حلفت عليك هي ما قدر مغامك لكن بتوصل. يا عم سعيد لا أنا حلفت ما في داعي لك. بابا الساعه 7 انا معزوم عند ميلا صاحبتي عاملين لها حفله في الصاله. كويس يوسف تعال الساعه 6:30 ودي الاموره دي. حاضر يا غاليه عمك يوسف جاهز عشان يوديك الصاله. حقه يشوف لها عربيه حلوه صغيره زيها كده. اي والله عايزين لها عربيه كده تليق بمقامها. خلاص انت خذ راحتك يا كيمو ومر عليه الساعه 7. حاضر يا ريس. والعربيه؟ العربيه خليها معك وبكرة تيجي توقع العقد وتستلم وظيفتك الجديدة. أنا أي ثغرة بسدة بشتغل في أي حتة. أنا مقاتل ثاير وإنت عارف كده كويس. أنا أمشي يا ريس؟ لا أنت أقعد عشان العصر تعلم أختي السواقة. خلاص يا يوسف
انت خليك وتاكيم وتفضل. طيب يا ريس. يلا اخوانا بسم الله. بسم الله. بسم الله. هاشم ما عارف ليك منتجح كده لطيف كده عشان عايز اعزم عرسان. انت شفت المشتل بتاعنا؟ والله كيمو كلمنا عنه. انت شوفيه ولو عجبك عزميه فيه. مش احسن من الصالة؟ على الاقل المشتل بتاعنا والصالة بتكلفنا 6-7-8 ألف جنيه. والله كويس، بكده أكون وفرت لي 6-7 ألف جنيه. بابا. ما حبيبة بابا. ريان صاحبتي سافرت مع بابا جنوب أفريقيا وقالت لي بلد جنة. الأسبوع الفات مش مشيتي باريس؟ والله هاشم بالغتها، أنت ليه ما وريتنا جنوب أفريقيا؟ ما عندك مشكلة، أوديكي جنوب أفريقيا ولا أجيب لك ذاتها هنا. يا عظم بابا في السودان. تسلمي، وتعالي شنو بعد جنوب أفريقيا؟ والله هاشم ذكرتني. اخلاص صاحبتي قالوا مشوا كينيا، عملوا لي خط للسوا ده حبي النط، ينطوا بيجي يبقوا في جنوب الكرة الأرضية، ينطوا بيجي يبقوا في شمال الكرة الأرضية. وماله؟ كلنا نمشي ننط، ومنها راحة وفسحة واستجمام. أنت ذاتك كاتل نفسك بشغل الحكومة اللي ما بينتهي ده. يلا كملوا أكلكم، يلا. الو، اهلا يا مرحب. اهلا يا سعيد. ايوه ابروف، انا معاي السيده مرات المدير العام، قالت عازمه لها ارسان ودايرين يعني يجمعوا هنا، يعني يقضوا جمعه في المشتل هنا. انا قلت لها هاي، قلت لها ممنوع. ممنوع شنو؟ شنو الممنوع؟ افتح الباب ده خلينا نخش. يا سيده اهو ده البروف، اتكلمي معاه وكان قال لك خشي بخشش. هويا هوي بروف، شنو اللي بكلمني انا؟ افتح الباب ده خلينا نخش. الله يا ربي يكون مشوي نزل من الصباح. يوم مبارك يا ريس. جيت في وقتك. وين من الصباح؟ مشيت اجيب لي جرايد، قلت اشوف اخبار المفاوضات. البروف اهلا. جمعة مباركة يا دكتورة. اهلا وسهلا، بيتنا نور، اتفضل. لا معلش مستعجل، رغم اني عيان وصدري مرتهب الا جيتك امبيرسون. خير؟ تليفون كان يكفي. الموضوع خطير جدا. خير؟ المدير العام والبيت الكرام عايزين يبقوا لنا زي النمل الابيض مع الخشب. ماله؟ المشتل احتلته المدام وعملاه حديقة حيوان وعازم المعازيم وضرب الطبول. المشتل الحكومي؟ مشتلنا بتاع المؤسسة؟ تصوري؟ فعلا دنمي الأبيض وعاوز مبيد. يا العريس أبشر. Yeah.
عريس ابشر. والله لسه حكومي يا اختي. هاشم راجل ده مسكين ولا ما بيعرف؟ هي يا اختي لسه ماسك جديد ده لو تابع لينا كان عزام زوجي زمان طلعوا مشروع خاسر وباعه باسم الدولة واشتراه باسمه وده الشغل. اصبر لي يا اختي انا براي بشتري بس تجي الفرصة المناسبة. عليك الله شوف الشيء ده سمحت. انت عارفه بعد انا اشتريه هاصبر لي حالات فندق. شفت الكورنر ديك هناك اعمل لي كده فندق 5 ستار. رايتك ان ضيعت الفرصه دي ما تلقوا زيها. نضيعها كيف يا اختي؟ قسمه الثروه دي نطلع منها ساي. خليه يتحرك شويه دي حصانه وحزبه قوي. بعدين حاجات الحكومه دي ما عندها وجيع ولا باعوه. انا دكتوره سهى المشرفه على المشتل ده وانا احلام زوجة مديرك. بدون اي كلام تلملمي حاجاتك وسوقي ضيوفك وانا حدفعك الاضرار اللي حصلت كلها. هي 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 انت عارفه نفسك بتتكلمي مع منو؟ انت اللي ما عارفه نفسك بتتكلمي مع منو. يلا اطلعوا لنا برا. يا اختي ما طالعين. تعالي طلعينا. يعني ما حتطلعوا؟ ما طالعين وانت احتبري نفسك مرفوده. مرفوده رفضتك انا ما مصدقه. هسي طالعين ولا ما طالعين؟ ما طالعين يا اختي. تعالي طلعينا. حطلعكم بالقانون. تطلعوا ولا اجيب لكم الشرطه؟ تجيبي لنا الشرطه؟ نحن حراميه؟ ايوه. سرقنا من بيت ابوكي؟ نهايته. تطلعوا ولا اجيب لكم الشرطه؟ لا 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 يا احلام. احنا نمشي يا اختي فوق شنو؟ يلا قوموا يا اخوانا. عجبتيني بيت رجالة سهى. ما في زول غيركم بيقدر يكسر قلم المدير ده. الله يطول عمرك يا عم سعيد. المشتل ده كله اتعمل بعرقك وسهرك. أنا شنو؟ الله يطول في عمرك انت يا بنتي. أنا يا هاشم الزلمة موظف عندك وانت تلفون ما قادر ترفع عشان تثبتها في حد ده؟ يا أحلام أفهميني؟ أفهمك؟ أنا ما أفهمك؟ فهمك أنا يا هاشم فهمك أنا. يا كيمو تكلم مع أختك دي يا أخي. أحلام خلاص يا أخي. خلاص كيف؟ لو كان عنده سطوة سلطان ما في طير جلد مر بحلك في سماه. لكن أوف خلي يوم الليلة لعدي وبكرة نشوف. يوم الليلة ده أصله ما بعد على خير. ما طلعت من قشرتها تورور لي كده ده بأصبعها فوق وشي وتكشني وتخوفني وتهرشني وتقول لي اتفضل اطلعي برا من المشتل تكشني زي الغنم وأنا الفاكرة نفسي ست البيت. أنت نور البيت والله ما عاش البيهينك. لا عاش البيهيني عاش وأنا أموت ليكم. والله ما عاش البيهينك. وبكرة شوفي أنت ناسي أن أنا أخوك ولا شنو؟ إخي على الخوة ما بتجبر كسير. يا مدير بحصانتك دي ما قدر تخوفني وتسقيني الخوف؟ الكواريك ما بتجيب حاجة. أصبري وشوفي بكرة أنا هعمل لك فيهم شنو. أنا زعلانة يا هاشم ولو دار ترديني ترفض البيت دي والوراه ولو ما قادر ترديني يعني ما شبيت أبوي
رح يروح. الخطاب ده اتسرق فورا. ده أهم خطاب، فاهمة يعني شنو أهم خطاب؟ لازم قصد إدارة البساتين وتمنع منعاً باتا من دخول الجسم. إيقاف عن العمل المذكورة أعلى سهى نجم الدين باشري. بس الجواب ده ما مفترض يمشي لها طوال، يمشي لها عن طريق الجسم، والمدير يخاطب البروف والبروف يعمل تحقيق. سرك الجواب ده ووديه. درسوها درسوها. اي عم سعيد، الجواب ده جاك من مكتب المدير العام. مكتب المدير العام. المؤسسة الوطنية للأبحاث، مكتب المدير العام. الموضوع إيقاف عن العمل. اللهم اجعله خير يا بنتي، خير إن شاء الله. عم سعيد، المخلفات اللي رموناها في الحفلة امبارح لميتها؟ ايوه كلها لميتها في كيس ودخلتها جوا. احتفظ بها يا عم سعيد. سمح. صباحكم سعيد يا دكتورة. أسعد الله صباحك يا بروف. عربيتي ما جابوها؟ ما جابوها، لكن جابوا حاجة تاني. لا يا بنتي ما كده. ما خلاص. لا ما خلاص. زمان لما كنا تلاميذ أشقية، لو في تلميذ بليد حاول يطاول علينا بنكسر له قلم، ولو كرره بنكسر له أصبعه. يا سهى يا بنتي أنت نخلة. النخلة الشجرة الوحيدة اللي عندها كبرياء، والنخلة يا بنتي الشجرة الوحيدة اللي ما حنت ظهرها للريح. صاحب المغام العالي. اهلا مرحبا بالسيد المدير المالي والاداري، تفضل. شفت المدراء اللي عينوه تعيين ديل؟ والله العظيم تعبنا معهم. يا اخي سيدنا قول لي اخبار المال ولا الاقتصاد شو؟ المال والاقتصاد خلي، انا جاي في فتاوى قانونيه. تفضل. السيد هاشم عز الدين المدير العام ورئيس مجلس الاداره، وعنده من السلطة محل الإدارة دي ويفرتقها ويدق فيها جرس، ده مدى سلطته. وبعدين؟ بعدين رسل لي خطاب بتاع تعيين بتاع اسمه مين، كمال الدين ده المشهور بكيمو، بوظيفة أكبر من البروف وبمخصصات وزير سيادي. من الآخر كده بقول لك إنه العقد ده قانونيا باطل. يا أستاذ أمين أنا عايز أعيش، الباقي لي سنتين بس وانزل المعاش، ما داير ادخل نفسي انا في متاهات مع الناس دي. اسمع حول لي خطاب التعيين واطلع انت من النار. يا الله ما تخليني احيي الراس كله غاونين ده يا اخي، وارسم عليه اجمل تحيه. لو عايز تحييني طلع لي قروش يا اخي. قروش وين؟ السيد المدير وعائلته جو من باريس وقال ماشيين جنوب افريقيا، اجيب لك قروش من وين؟ يا اخي ما تكتب على الخطاب ميزانيه ما في، انتوا بتخافوا ولا شنو؟ يا استاذ اخطر وظيفه وظيفه المدير المالي، يا تكون مستر نعم ولا كان قلت لا بلبسوك تهمة. أي خطاب يغلبك ترد عليه حوله لي أنا من ناحية قانونية. حياك الربيع الطلق، تفضل دي الأمانة. وين الورق بتاع سفرية جنوب أفريقيا؟ في مكتب المستشار القانوني. وين العقد بتاع كمان ما وثقوا له؟ اتفضل علق عليه في البوسطة قدامك.
فزلكت مستشارين. امشي نادي لي المدير المالي ده هسه دي ونادي لي مستشار قانوني هسه. حاضر يا استاذ. هاشم فيه؟ اي موجود، لكن المود بتاعه في الواطة. مود؟ نحن شغالين بمزاجات ولا شنو يعني؟ والله ما من مصلحتك تدخل له هسه. ادخل عليه ناو اور نيفر. يا بروف. انا عايز اعرف سلطتنا دي سلطة حقيقية ولا سلطة اسمية؟ السلام عليكم. ايوه معلش معلش انا مضطر اقطع المكالمه دي، بعدين بقابلك في دار الحزب عشان في امور كده عالقه في الاتفاقيه نتناقش فيها. طيب خير كويس هاي يلا خير. عندك مواعيد؟ انا رئيس اداره ما محتاج لمواعيد. بس ده ما مكتب رئاسه الاداره ولا مدراء الاداره، ده مكتب المدير العام. ده مكتب الشعب السوداني، لا مكتبي ولا مكتبك. احترم النظام وخاطبني عبر القنوات. وانا جاي اقول لك انت تحترم القنوات وتخاطبني انا مش ترفض موظفه تابع لي. انت عارف تصرفه. التصرف بتاعه صحيح، كان مفروض اقل شيء تكافئه مش ترفضه. ولو انت بتنتقم لزوجتك انا بنتقم لها هي. تنتقم لها كيف؟ موظفه بتاع الدوله وتابع لي انا في نغابه وفي اداره وانت ما عندك على سلطة. نعم؟ ده مش خطاب إيقافة حررته انت؟ اللي عنده فيكم إرادة خليه يحميها. وانت لو عندك إرادة عليها أعرف أرفضها. إذا انت جاي للسلطة دي بالسلاح هي جاية بالعلم بالقلم، ومهما دعنا على السلاح لابد أن يسكت، لكن القلم ما بيسكت. خلاص بلعوا قراراتك على الريك؟ بقيت ما قادر تاخد لي حقي منها يا مناضل يا جسور؟ سياسة النفس الطويل. 200 قريب. خلاص لغاية قريب حقتك دي ما تجي انا قاعد عند ناس ابوي. اروح يا رواء. لقيت الحل. الحل شنو؟ الزعيم بتاع الهيصة دي كلها البروف عامل فيها طير وعايش في الجو. الحل يا كيمو. نعمل له كمين؟ ما فاهم. امشي نوم انت ارتاح والصباح اسألني. كيمو امشي نوم ارتاح والصباح بتلقى نتيجة. Thank you.
العيش العي. كتر خيرك يا مجاهد، بس يعني ان شاء الله يعني تسجل لي الحاجات دي على الحساب، اول ما اصرف الماهيه اجي اسدد لك. ما عندك اي مشكله يا بروف، الدكان ده كله اللي عايز نسجله لك بنسجله لك. كتر خيرك وبارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. سمعتوا بالخبر؟ القنبلة؟ قنبلة؟ الصباح مشيت بعربية الترحيل عشان اجيب البروف، لقيت الشرطة محاوطة البيت كله. شرطة؟ كلبشوا ورفعوه في البوكس. بروفيسور عبد اللطيف؟ ده طلع أكبر تاجر مخدرات في البلد. لا، ده مسلسل مكسيكي عديل. البروف وين؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حد يصدق كلام زي ده؟ شفت البروف سوت سمعة المؤسسة ومرمط بالوطة. لا كده الصورة بقت واضحة بكل أبعادها. أستاذ عبدين. نعم. المدير عايزك. سيد هاشم. وحالا. استرني يا رب. يا اخوي هبت علينا الريح، نشوت وين؟ عكسه. الزول ده ما بيفهم في الشغل شيء، وجاي باجنده خاصه وفي يده القلم. قلم ما بيكتب كلمه حق مكسور، واي خطاب ما قانوني مردود. مردود مردود. وين سوها؟ في المشتل. انت مش عارف موقوفه من العمل ودخلتها ليه؟ انا ما غفير ساكت انا كمان شو. مسؤوليتك. خليت خشت ليه؟ بس البروف قال. ما تقول له البروف، ما تجيب لي سيرة البروف. النغمة دي ما داري اسمع. قول لكم طابور خامس دارين تطهير. خلاص انت زادك موقوف. انا موقوف؟ انا اللي قضيت عمري كله هنا، تقول لي موقوف؟ اذا كلكم ضدي انا قادر عليه. أنا دبابة مجرذرة. يا أستاذ ضدك في شنو؟ وين السفرية بتاعت جنوب أفريقيا؟ يا أستاذ بند السفرية ده انتهى من الربع الأول للميزانية. خلاص خلاص، إذا المؤسسة فلست لدرجة مديرة ما قادر يسافر تبقى كارثة. يا أستاذ اللوائح، اللوائح ما بتسمح أسحب ليك من البند الأول من الميزانية. تسقط اللوائح، تتكسر الدنيا، تتحرك. قراراتي أنا تمشي وكلمتي أنا تمشي. طلعنا الفصل الأول. الفصل الأول ده المرتبات يا سيد. مرتبات شنو؟ هون وين الموظفين ديل؟ كراسي قاعدة على كراسي ونصهم بتاع مخدرات. أنا الريحة العاتية ما بتجيب في طريقي. قراراتي تمشي، تعييناتي تمشي، أي كلام أقوله أنا يمشي. الكلام ده مفهوم ولا ما مفهوم؟ لا مفهوم، حاجاته كلها حتمشي، حاجاته كلها تمشي تمشي. عم سعيد؟ اي مالك؟ كنت فاكر نفسي نخلة، نخلات المشتل ده ما قايل روحي غفير يقولوا له مرفوض أمره فوت. مشوك؟ مشوك جدا يا دكتورة سهى، لكن أنا روحي معلقة في الشدر ده. عم سعيد، المشتل ده عملناه وإحنا ونقدر نعمل 10 غيره. والبروف
البروف؟ البروف ما شجرة، البروف نيل، ونحن الطوابي. ما تخاف يا عم سعيد. يا تروفة، مؤسستنا بقت أرضي محتلة يا بروف. لا لا يا تروفة، لا أهم حال يا بروف إحنا نطلعك من السجن. خليكم أسكية، المجهود اللي عايزين تطلعون بيه من السجن أحمو بيه المؤسسة ما تنسرك. بس أنت في السجن من غير زنب، ودي مؤامرة مكشوفة. سيدنا يوسف الصديق عاش في السجن 6 سنة، الشريف ما بينسجن يا دكتورة. يلا يا دكتورة، يلا يا عم سعيد. ما بتستاهل يا بروف، إلا الله بينصرك. كتر خيرك يا عم سعيد. يا دكتورة، لو عايزة تطلعيني من السجن نظف المؤسسة من الشوائب. والحسرة تروح
تروح.